دأب طلاب كلية هندسة الميكانيك بجامعة حلب على تقديم اختراعات جديدة تدخل في صلب المجالات الصناعية والزراعية والعلمية، وتحقق جدوى اقتصادية يمكن من خلالها رفد السوق المحلية بمنتج جديد يسهم في تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع والاستفادة من خبرات الطلبة في مختلف المجالات. الآلة اللي بنحكي عنها آلة حصاد نبات الكمون. الآلة في مروحة التلقيم بالبداية بتلقم نبات الكمون إلى أسطوانتي قلع، بعد ما تتم عملية القلع بيتجه النبات إلى خزان خلف الآلة. في جهاز شفط مشان ما يصير ضياعات نهائيا، بشفط ما يتساقط من حبات الكمون. الآلة سهلة التصميم، تصنيعها سهل وبتفيد شريحة كبيرة من المزارعين. مشروعنا هو عبارة عن زراعة آلية متعدد الوظائف، قمنا بتصميمه بهيكل ستاندر راعينا فيه عدد درجات الحرية، كما راعينا فيه التصميم الهندسي. هذا الزراع الهدف الأساسي له هو تسهيل العمليات البشرية وتسهيل الجهد البشري. فمثل ما بنلاحظ أنه زراعنا هذا بشكله الحالي وبهندسته وبتصميمه هذا مستخدم في مجالات عدة، رح يتزود بآلية مجنزرة بتنقل هاي المنظومة، ويكون مزود بحساس لحتى يوجه كتلة الزراعة. الحلو بالنقطة أنه نحن صممناه من كل من شغلات كثيرة موجودة حوالينا. مشروع التخرج كان آلة ثانية أنابيب مبرمجة ثلاثية الأبعاد، طلعنا شاركنا في معرض الباسل في دمشق وحزنا على الدرجة الأولى الحمد لله. هدفنا بهذا المشروع أنه نقدر نخدم الصناعة بآلة قادرة على ثني الأنابيب بأسلوب ثلاثي الأبعاد. طبعا هالتقنية موجودة خارج القطر، ولكن تكلفة الآلة تعتبر مرتفعة جدا، فكان هدفنا انه نحن نحسن نعمل تصميم غير معقد لانتاج انابيب معقده الشكل. هذا الشيء قدرنا نحصل له بعد عمل على مدار العام، قمنا باجراء التصميم الميكانيكي، ومن ثم قمنا بتصنيع جميع القطع الميكانيكيه في السوق المحلي، كما تم تجهيز الدار الكهربائيه في جامعة حلب في كليه الهندسه الميكانيكيه. استطعنا من خلال هذا المشروع أن نقدم آلة يمكن أن يستفيد منها الصناعيين في كثير من المجالات. على سبيل المثال ممكن في تصنيع المراجيح أو في تصنيع الأنابيب الخاصة بالمراجل. هدف الكلية تخريج مهندسين قادرين على العمل في سوق العمل بما يخدم مصالح المجتمع. حصادنا العلمي في هذا العام كان مميز جدا، العديد أكثر من 15 مشروع تخرج مميز في حصادنا العلمي في نهاية عام 17-18. شاركوا في معرض الباسل دعوة الاختراع المرافق لمعرض دمشق الدولي، حصلت جامعة حلب على 6 جوائز، وحصلت كلية الهندسة الميكانيكية على 3 جوائز منهم.